أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا، نتناول فيها أفاق السلام في المنطقة في ظل زيارة مبعوث الصين الخاص للقرن الأفريقي. فقد استقبل الرئيس الإريتري سياسة فورقي يوم السبت الماضي المبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي، وتحدث المبعوث الصيني عن السلام والاستقرار في المنطقة، كما أشار إلى مبادرة صينية لعقد قمة القرن الأفريقي في منتصف العام الجاري. وفي نفس الصعيد انتهى أو التقى المبعوث الصيني نائب رئيس الوزراء الأثيوبي وزير الخارجية، الذي أكد بدوره للمبعوث الصيني المساعي الأثيوبية لإحلال السلام في البلاد، بما في ذلك حل قضية الحدود مع السودان بطرق سلمية. من جانب آخر، اختتم حزب الازدهار الحاكم في أثيوبيا مؤتمره بتجديد الثقة لرئيس الوزراء أبي أحمد رئيسا للحزب، بجانب انتخاب نائبين للرئيس. إذن ما هي مستجدات الوضع في المنطقة؟ وما مدى التأثير الصيني لدفع عملية السلام في أثيوبيا؟ وهل نتائج مؤتمر الحزب الحاكم في أثيوبيا انعكاسات على عملية الحوار الوطني الأثيوبية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي معي هنا في الاستوديو، الأستاذ عمر الدكتور عمر زرعي مدير شبكة القرن الأفريقي للإعلام، ومعنا من ستوكهولم عبر السكايب رئيس المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية الأستاذ ياسين أحمد، فأهلا بكم وبهم. دكتور عمر مرحبا بك. العلاقة الإريترية الصينية دكتور عمر كيف تصفها؟ تحية لك ولمشاهدي قناة الحوار. العلاقة الصينية الإريترية هي بتعود لفترات مضت في الستينات، في أيام ماو بال 1968 الصين بدأت في ربط أو الارتباط، أول ارتباط للثورة الإريترية بالصين 1987. في تلك الفترة ابتعثت الثورة الإريترية خمسة من ال 67 67 أرسلت خمسة من المندوبين السياسيين في ذلك الوقت على أساس أن الصين حتقدم دعم للثورة الإريترية. بال 69 أيضا استقبلت الصين حوالي 20 من المتدربين الكوادر الإريترية للتدريب في الصين، ومكث حوالي 60 يوم تقريبا. الدورة الأولى كانت 8 شهور. بعدها العلاقة الصينية لم تواصل، وإنما كانت مجرد رمي الطعم للأثيوبيين، بحيث أنه تربط الصين علاقتها مع أثيوبيا. فبدأت العلاقة ما بين الإمبراطور هيزي السلاسي وأثيوبيا والصين، وتطورت العلاقة الأثيوبية الصينية، بينما تراجعت العلاقة علاقة الثورة الإريترية بالصين. بال 1991 او 93 عند استقلال اريتريا، الصين مثلها مثل باقي الدول اعترفت باستقلال اريتريا، وكانت واحده من الدول التي بادرت بالاعتراف باريتريا. في نفس الوقت بال 1994 بدات العلاقه الاريتريه الصينيه تبدا في التطور، أو تبدأ من مرحلة جديدة، أو الصين وأريتريا بدأوا مرحلة جديدة. والرئيس السياسي أفورقي في تلك الفترة أيضا زار الصين. في نفس الفترة الصين أقرضت أريتريا حوالي 3 ملايين دولار بال 1994، ونفس القرض بال 2000 أعفت الصين أريتريا من ذلك القرض 3 ملايين دولار. لكن العلاقة الصينية الأريترية لم تتطور، بمعنى أنه حتى في الدخول في الاستثمارات وكذا، بدأت الصين أنه تدخل تحاول الدخول في الاستثمارات في أريتريا، لكن سياسة الدولة الأريترية كانت لا تتماهى مع أو لا تتماشى مع النموذج الصيني. أريتريا كان عندها شرط أساسي في ذلك الوقت، اللي هو أول كان في فلسفة الاعتماد على الذات، وكان عندها نبني وطننا بسواعدنا، يعني بعد الشعارات. هذه الشعارات أيضا تطبيقها في أرض الواقع كان بتواجهه مشكلة في جذب المستثمرين. فالصين مثلا كان عندها رؤية أن الصين دائما في استثمارات حتى في دول الإفريقية أو في أي دولة من الدول، أنه تعطي مثلا قروض لكن بتنفذ المشاريع، لا تعطي قروض مثل الدول الأخرى أن تسلمك القروض بحيث أنت تستثمرها كما تشاء.
تعطي قروض بحيث القروض تكون جزء من عملية التنمية وغالبا ما تنفذ بشركات صينية. أريتريا كان عندها إشكال في تنفيذ المشاريع بهذه الطريقة، وإنما كان تبحث عن قروض مالية تسلم لها نقدا وبالتالي هي تتصرف فيها كما تشاء، وبذلك الشركات الصينية لم تستطع الدخول في أريتريا رغم أنها كانت من الشركات الأقل تكلفة. في بعض المشاريع الصغيرة دخلت فيها لكن لم تنجح. فيما بعد 98 على 2000 الصين دخلت أيضا في مجال التعدين في أريتريا، لكن رغم أن الصين رغم أن أريتريا واجهت تحديات مع الغرب لم تستطع أيضا الشركات الصينية الدخول في أريتريا، لأن أريتريا كان يعني بمعنى أن شروط أريتريا في المستثمرين صعبة جدا لا يمكن القبول. طيب لا أنا دكتور عمر إن سمحت لي نتوقف في فترة 98-2000 فترة ربما تكون فاصلة في علاقات الصينية الأريترية، وأيضا نشرك معنا الأستاذ ياسين. مرحبا بك ياسين، ربما سمعت لحديث الدكتور عمر، يعني حتى يكون الحوار متوازن يتابع معنا المشاهد، كيف تصف العلاقات الصينية الأثيوبية خاصة أنها كانت مميزة في عهد الآن في عهد الرئيس أبي أحمد، خاصة أنها كانت مميزة إذ بان الحكومة السابقة حكومة تيغراي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ فؤاد عامر، وكذلك أرحب بضيفك الكريم الدكتور عمر زرقاي، وأرحب أيضا بالسادة المشاهدين. نعم كما تفضل أستاذ فؤاد أنه العلاقات الأثيوبية والصينية كانت متميزة خاصة في عهد النظام السابق في عهد الرئيس الراحل ملس زيناوي. الائتلاف الحاكم يعني خاصة الرئيس الراحل ملس زيناوي هو الذي يعني وضع الأسس للعلاقات الأثيوبية الصينية عندما أدخل الصين كشريك اقتصادي لأثيوبيا، ورأينا ما بين سنة 2000 وإلى سنة 2018 أثيوبيا حصلت على قروض أكثر من 13 مليار دولار، وتم يعني الاستفادة الكثير من هذه الديونات، ومن ضمنها البناء البنية التحتية في أثيوبيا، ورأينا أيضا بناء سكة الحديد من أديس أبابا إلى جيبوتي، وهذا أيضا يأتي في إطار الرؤية الصينية لأفريقيا، لأنه حقيقة الصين سبقت الغرب أو تميزت عن الاستثمارات الغربية بأن بدأت تركز على الشراكة وتقديم الديون طويلة الأمد، ولكن أيضا على البنية التحتية. رأينا مثلا يعني سنة 2013 عندما أعلنت الصين مبادرة الحزام والطريق، والآن هو في القارة الأفريقية وصل يعني 41 دولة من مجموع 55 دولة اللي هي للقارة الأفريقية. فمشروع الحزام والطريق One Belt One Road هذا أيضا مشروع بادرت به الحكومة الصينية، والآن لديه امتداد في أثيوبيا. والآن طبعا عندما نأتي إلى الوقت الحاضر أيضا رأينا أيضا في عصر النظام الجديد أو الحكومة الجديدة بعد انتخاب الدكتور أبي أحمد، رأينا أيضا يعني الاستفادة بطريقة تجلب المصالح على أساس المصالح المشتركة، وإن كان في السابق ربما الصين استغلت كثير من المشاكل التي كانت تمر بها الدول الأفريقية وعلى رأسها أثيوبيا الخروج من الفقر، ولكن الآن بعد أصبحت أثيوبيا الآن هي جاذبة لكثير من الاستثمارات الأجنبية على رأسها الاستثمارات الغربية والتمدد الروسي والتمدد الصيني وحتى أيضا تركيا والدول الخليج. إذن هناك الآن أصبح في عهد الدكتور أبي أحمد يعني مزيد من الارتقاء بهذه العلاقات الأثيوبية الصينية حتى تقوم على أساس المصالح المشتركة وليس فقط على أساس المصالح الصينية. ربما كانت في السابق أكثر شيء يعني تقوم على المصالح الصينية، لكن الآن هناك في وعي من القيادة الجديدة في أثيوبيا، وحتى أيضا رأينا الامتداد الصيني والروسي الآن الذي هو أحد يعني المعادلات الدولية في القرن الأفريقي، وعمل توازنا مع التواجد الغربي، لأن الصين أيضا بنت
قاعدة عسكرية في جيبوتي سنة 2017. فإذا الصين الآن بعد أن يعني عينت مندوب خاص لها للقرن الأفريقي، وهذا المندوب الصيني للقرن الأفريقي لا يطوف يعني يقوم بزيارات من بكين إلى العواصم الأفريقية كما يقوم بها مثلا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، ولكنه يعيش في القرن الأفريقي، هو لديه مقر إقامة في كينيا في نيروبي، فهو يتحرك من نيروبي إلى دول القرن الأفريقي والقارة الأفريقية. فأنا أعتقد الآن هذه المرحلة تميزت أو يعني اتسمت بكثير من العلاقات الاقتصادية، وحتى أيضا تجاوزت إلى الدعم السياسي عندما رأينا وزير خارجية الصين في بداية ديسمبر عندما زار أديس أبابا وأقام هناك 3 أيام لكي يؤكد للعالم أن أديس أبابا آمنة وأنه يقيم فيها. فهناك حقيقة تجاوزت العلاقات الاقتصادية إلى العلاقات الجيوبوليتيك والعلاقات الأمنية الاستراتيجية، يعني لأن الصين لديها حضور قوي في أثيوبيا وفي القرن الأفريقي، وكما قال دكتور عمر زرعي، والآن بعد أن انضمت إريتريا إلى مبادرة الحزام والطريق في نهاية سنة 2021، أنا أعتقد هناك الآن تطمح الصين إلى أن تكون لاعب أساسي في تعزيز الأمن للقرن الأفريقي ودول المجاورة المشاطئة البحر الأحمر سواء الأفريقية أو العربية، لكي تحافظ على المصالح المشتركة لهذا القرن، لأن القرن الأفريقي لو رأينا باب مندب وخاصة الشواطئ الإريترية السواحل الإريترية وباب مندب وكذلك جيبوتي تمثل للصين مركزا استراتيجيا، لأنها هي ممرات لتجارتها الدولية التي تعبر من خلال هذه الشواطئ المطلة على البحر الأحمر. طيب شكرا ياسين. دكتور عمر، ربما المقارنة بين قرض 13 مليار لأثيوبيا مقابل 3 ملايين ذكرت في بداية الاستقلال الإريتري ربما يعكس حجم التعامل، يعني حتى قوة العلاقة بين الدولتين. صحيح، هو الصين في تقديري كل اهتمامه بإريتريا هو نابع يتمثل في شيء واحد، هو استقرار المنطقة. حتى في لقاء الرئيس سياس أفورقي بالمبعوث الخاص للقرن الأفريقي المبعوث الصيني القرن الأفريقي ارتكز في شيء واحد، هو استقرار المنطقة وتعزيز الأمن وأشياء من هذا القبيل، بمعنى أنه إريتريا ليست شريكا اقتصاديا للصين كما أثيوبيا. مثلا إريتريا أصلا توقف التصدير من إريتريا بعد حرب 98 مع أثيوبيا 1998. الآن حتى الاستيراد مثلا كل الدول الأفريقية بتستورد من الصين. نعم. الصين صدرت حوالي 200 مليار في السنة لإفريقيا، لكن إريتريا فقط 70 مليون، بمعنى أنه للأسف أنه حتى سفينة واحدة ممكن تكلفتها أكثر من 70 مليون. بالتالي ليس هناك شراكة اقتصادية صينية إريتريا. الآن بتبدأ مثلا في بعد الشركة مؤسسة شنغهاي بتعمل من 2019 على طريق رابط بين مسوع وعصب، يعني مشاريع صغيرة مقارنة بإثيوبيا وباقي الدول. نحن لكن هناك اهتمام كبير صيني بإريتريا في الأمن. نحن لو لاحظنا مثلا في زيارة وزير الخارجية الصيني بدأت من إريتريا، رغم أنها النقطة الأصغر في القرن الإفريقي والدولة الأقل تعاملا مع الصين، لكن لأنه الآن المرحلة تتطلب أنه إريتريا هي الفاعل الأساسي العامل الأساسي في زعزعة أمن المنطقة، وبالتالي كل الدول تحاول أنه تحتوي إريتريا.
مثلا وزير الخارجية الصيني عندما زار أريتريا، وفي نفس الفترة أيضا قبل زيارة وزير الخارجية الصيني كان هناك اتفاقية توقيع الاتفاقية كما ذكر ضيفك الأستاذ ياسين، كان في 25 نوفمبر مثلا الصين أريتريا وقعت على مبادرة الحزام والطريق. نعم. 21 بعدها في يناير كانت زيارة الوزير الخارجية الصيني. يعني وزير الخارجية الصيني أعلن عن مساعدات ب 15.7 مليون، بمعنى أقل من 16 مليون مساعدات إضافية لأريتريا. يعني وكانوا يعني 16 مليون 20 مليون هي تقدمها منظمة خيرية صغيرة لمشروع، وبالتالي يعني كل التركيز الصيني يعني في أريتريا هو في تقدير احتواء أريتريا، بحيث أنه لا تلعب عامل هدم في المنطقة وتخرج يدها من النزاع، بالذات ما يحصل في إثيوبيا. نحن لو ذهبنا إلى العلاقات الإثيوبية الصينية، إثيوبيا تعتبر ثاني مديون للصين بعد في إفريقيا بعد أنغولا. في نفس المنطقة يعني الصين ليست إثيوبيا فقط اللي عندها ديون للصين، إثيوبيا ليست الوحيدة اللي عندها ديون للصين. كينيا بتأتي في المرتبة الرابعة بعد زامبيا. أيضا جيبوتي الدولة الصغيرة تعتبر أكبر مديون للصين مقارنة بنسب والتناسب، يعني مع السكان مع حجم الدولة مع الناتج المحلي للدولة. نعم. يعني جيبوتي عندها 1.5 مليار دين على للصين، بمعنى أنه الصين الآن كل ما تبحث عنه الصين هو استقرار هذه المنطقة، وبالتالي تسعى أنه وزير الخارجية الصيني زار الصين أولا، الآن المبعوث الخاص بدأ زيارته بأريتريا، كل هذا بيدور حول شيء واحد، هو أنه الصين تحاول إيقاف أريتريا من لعب دور هدام في المنطقة. طبعا بعد الصين أيضا في إثيوبيا ليست مستثمر أثاثي، ليست مستثمر أثاثي، هي بتأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات المباشرة، يعني هي أكبر دائن لإثيوبيا، لكن لو نظرنا إليها من الناحية الاستثمارات هي بتستثمر 2.5 مليار فقط في إثيوبيا، وأغلبها في البنية التحتية وبالذات مشاريع المجمعات الصناعية. لكن ليش كمان تهتم الصين أكثر باستقرار إثيوبيا الآن؟ يهمها كثير استقرار إثيوبيا، لأنه كل المشاريع الإثيوبية مربوطة بجيبوتي. الصين استثمرت في سكة حديد ما بين أديس وجيبوتي مليارات. الصين هي من عملت على بناء مجمعات الصناعية في كمبلوشا، وهذه انتهت في الحرب الأخيرة، دمرت تماما. مجمع المجمعات الصناعية أيضا هي نظام حدائق، يعني موجودة في كل الأقاليم، أغلبها موجودة في منطقة الأرومة، وجزء منها مثلا مجمعين موجودين في إقليم الأمهرة، في واحد في كمبلوشا بقيمته 92 مليون هي بنات الصين. أيضا في بحر دار موجود واحد، أقرب النقاط للبحر لجيبوتي هو كمبلوشا، 480 كيلومتر، بينما المجمعات الأخرى كلها حوالي 780، في هذا الحدود من 760 ل 780، وكلها مربوطة بجيبوتي، بمعنى أن الصين لما أقرضت جيبوتي 1.5 مليار عندها خطة، لأنه تربط إثيوبيا بالبحر مباشر، وكل المجمعات هذه بتعمل بهذا الاتجاه، بمعنى كلها بتعمل في اتجاه واحد. الآن الصين مضطرة في أنه تعمل مثل الغرب. الغرب عايز استقرار إثيوبيا، الدولة المستقرة اللي كان بيعتمد عليها من زمان، وعايز يعتمد عليها، يستمر في الاعتماد عليها كدولة محورية في شرق إفريقيا على حسب المخطط الغربي. الصين محتاجة استقرار إثيوبيا لأنها
هذا أكبر بلد، هي من البلدان الثاني أكبر مديونية أو أموال عندها موجودة في الدولة الأثيوبية. في حالة الدولة الأثيوبية ما استقرت أن الديون هذه ممكن إعادتها خطرة على البلد وعلى الصين نفسها. يعني تخيل أثيوبيا الآن أكبر مديونية عندها من الفوائد للصين، 40% من الفوائد اللي بتدفع أثيوبيا للعالم موجودة تذهب للصين. الصين يعني 31% من الديون الخارجية لأثيوبيا من الصين. يعني البنك النقد الدولي 31 عنده في 31% مديونيته لأثيوبيا، لكن مديونية الصين 35% من المديون من الدين الخارجي لأثيوبيا. هذه الأشياء كلها بتحاول إنه الصين بتعمل على إنه يكون في استقرار في إثيوبيا. طيب هذا الاستقرار في استقرار في إثيوبيا مربوط بأريتريا، لأنه أريتريا هي اللي قاعد تلعب الدور الهدام في المنطقة وزعزعة. طيب هذا الاستقرار يأتي بثمن ليس بالقليل. ياسين أحمد، سمعت للأرقام التي ذكرها الدكتور عمر هنا، مع ذلك في ظل هذا يعني المخاطرة الاقتصادية الضخمة في شراكة إثيوبيا وأريتريا مع الصين، تصر هاتان الدولتان على تعميق هذه العلاقة. هيلاري كلينتون في 2011 ذكرت بأن تصرفات الصين في المنطقة هي استعمار جديد، هكذا وصفتها. يعني لماذا يعني تخاطر القيادات الأثيوبية الأريترية؟ هل هو نتيجة لعبثهم في المنطقة والحرب التي أشعلوها في تيغراي والآن مضطرين يدفعوا الثمن؟ هناك لا ننسى يعني هناك تنافس محموم بين القوى الدولية في أفريقيا والقرن الأفريقي، فلذلك يعني يأتي بناء على ذلك ممكن تصريحات هيلاري كلينتون أنه تصف يعني الشراكة الصينية مع أفريقيا بالاستعمار الجديد، لكن في حين أيضا هناك أيضا تقييم وإعادة مراجعات لكثير من الدول الأفريقية تعاملها مع الغرب. الغرب كان سباق بحكم كان وكثير من الدول الغربية على رأس فرنسا وبريطانيا، دول أخرى أيضا كانت مستعمرة، وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا أمريكا كان عندها نفوذ. لكن بعد 50-60 سنة من تقييم العلاقات الأفريقية الغربية لم تؤدي إلى يعني إلى التحول الديمقراطي ولا حتى إلى التحول الاقتصادي. فبينما كثير من الأفارقة على رأسهم أثيوبيا، بالرغم الآن يعني النظام السابق لديه علاقات استراتيجية مع أمريكا والغرب، ولكن لم يمنع ذلك يعني النظام السابق بقيادة الرئيس الراحل ملا الزيناوي أن يكون لديه هناك تفكير واقعي منطقي بتوازن تنويع التحالفات الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية. فبالتالي أدخل النظام السابق الصين، لأنه لو كان الغرب أو الدول الغربية سواء أوروبا وأمريكا يعني قامت بنهضة الدول الأفريقية، ما كان أعتقد كان هناك كثير من قادة الأفارقة توجهوا إلى الشراكة مع الصين. الآن لو نأتي حقيقة للقرن الأفريقي، نحتاج نحن كشعوب شعوب القرن الأفريقي أو الشعوب الأفريقية أن ترشد أن تقوم بترشيد حكوماتها، يعني أن نقوم بترشيد الحكومات الأفريقية سواء كان في القرن الأفريقي أو القارة الأفريقية، بأن هذا التنافس المحموم للقوى الدولية يجب الاستفادة منه على أساس المصالح المشتركة، لأن كل دولة الصين تبحث عن مصالحها، وهذا شيء يعني وجيه يعني. ولكن أيضا حان لهذه الدول والحكومات أيضا أن تقدم مصالح الشعوب، مصالح شعوبها أولا، وكذلك المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية. الآن على سبيل المثال في مثلا في القرن الأفريقي كما ذكر الدكتور عمر زرعي، أنا أعتقد العلاقات أيضا الصينية الأريترية لم تبدأ الآن، هي بدأت قبل استقلال أريتريا بتقديري، وبعد استقلال أريتريا أيضا كانت علاقات جيدة. إنه لا ننسى إنه الرئيس الأريتري سياسة فوركي وكثيرين من القيادات الجبهة الشعبية الأريترية أو الجبهة التحرير، كثير منهم درس في الصين ومنه إسياس أفورك، فبالتالي كان هناك علاقات سبقت استقلال إريتريا، وبعد الاستقلال كانت تتميز علاقات جيدة بين الصين وإريتريا، إلى
إلى سنة 1998 عندما قامت الحرب الحدود حرب الحدود بادمة، بدأت تسوء العلاقات بسبب انحياز الصين إلى النظام السابق إلى أثيوبيا، لأن مصالح الصين كانت تكمن مع أثيوبيا. فبالتالي الصين يعني راعت هذه المصالح الأثيوبية الصينية، فلم تقم أي علاقة. أما الآن بعد المصالحة الإقليمية، بعد مجيء دكتور أبي أحمد، المصالحة الأثيوبية والإريترية برعاية سعودية وإماراتية وكثير أيضا من الدول القرن الأفريقي، بعد هذه المصالحة الإقليمية هناك عودة صينية لكل الإقليم. فلذلك الآن زيارة المبعوث الصيني لأسمرة وأديس أبابا وقبلها لكينيا تأتي في أن تلعب الصين دور في تعزيز الأمن الإقليمي. لماذا؟ لتعزيز المصالح المشتركة. في حين رأينا هناك الآن في تنسيق صيني روسي لتعزيز الأمن الإقليمي، في حين رأينا أمريكا وبعض الدول الأوروبية تنهج نهج المقاطعة والعقوبات الاقتصادية على هذه الدول لكي تحاصر أيضا نفوذ الصيني والروسي. فإذا السؤال الآن الذي يطرح نفسه الآن حتى نرد على يعني أفاق العنوان الذي كتبتموه، يعني أفاق السلام في ظل زيارة مبعوث الصين الخاص للقرن الأفريقي، حان الآن نحن كشعوب أن نطالب من حكوماتنا في القرن الأفريقي بأن تكون العلاقات الصينية الأفريقية لهذه الدول لدولنا تكون قائمة على أساس المصالح المشتركة. وأنا ما أعتقد أن نختلف يعني مع الدكتور عمر زرعي، التواجد الصيني في إريتريا ليس فقط أهدافه أمنية، وإن كان يعني هذا أيضا من ضمن الأهداف، لكن استقرار المنطقة والآن هذه الدول لديها مبادرة بعد التحالف الثلاثي الصومالي الأثيوبي الإريتري بأن يكون هناك دمج لاقتصادياتها، بأن يكون هناك منظور تعاوني من منظور الرؤية الإقليمية. فإذا يأتي يعني الدعم الصيني لتدعيم هذه المبادرة، وأنا أعتقد في منتصف هذه السنة 2022 الصين الآن بادرت بعقد مؤتمر للقرن الأفريقي يعزز السلام، يعزز التعاون الإقليمي الاقتصادي، ويعزز أيضا التعاون الإقليمي الأمني. أنا أعتقد حتى هذا هو مفيد للقوى الدولية سواء أمريكا أو الدول الأوروبية، وكذلك حتى دول الخليج وتركيا. لا ننسى الصين اللاعب الوحيد في القرن الأفريقي، هناك لاعبون دوليون وإقليميون. طيب شكرا ياسين. دكتور عمر، إساس أفورقي طبعا هو معروف بتبديل تحالفاته، كلما واجه أزمة اختلق تحالفات جديدة واختلق أزمة جديدة، وبالتالي يعني خلال 30 سنة على هذه الوتيرة. الآن علاقته الجديدة مع الصين، يعني ما الذي يمكن أن يواجهه من تحديات؟ إن سمحت لي بعد فاصل قصير أعود لك بعده. أعزائي المشاهدين، فاصل نعود لكم بعده، فانتظروا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا، نتناول فيه أفاق السلام في ظل زيارة مبعوث الصين خاص القرن الأفريقي. هذا السلام الذي ينشد عنه الجميع في القرن الأفريقي. دكتور عمر، تحدثنا قبل الفاصل بأن سياسة أفورقي يعني هو شهير أو معروف بأنه يبني تحالفات ثم يقطع هذه التحالفات في أوقات قد تكون محرجة لشركائه. الآن الصين تحدثت عن تطوير الموانئ في إريتريا، عن تطوير البنية التحتية وبناء شراكة اقتصادية. هل يمكن للصين أن تتعامل مع سياسة أفورقي، خاصة أن إريتريا تعاني من انعدام للبنية الاقتصادية؟ لا بنوك، لا يعني شبكة اقتصادية، لا يعني اقتصاد الحديث كما يعرف العالم غير متواجد في إريتريا. في تقديري الرئيس السياسي أفورقي
والرؤية الصينية للاستثمار لا تتناسب رؤاهم ما بعد، بالتالي أنه الرؤية الصينية والأريترية أول أريترية لا تتناسب ما بعد، بالتالي الرئيس السياسي أفورقي يعني بيعمل بعد التحالفات، أو هو أصلا الصين عندها ميزة في علاقاتها. نعم، الصين لا تقطع علاقاتها بأي حد، لا تدخل في مواجهة، الآن غير مستعدة لهذا العمل اللي بيقوم بالآخرين، المواجهات والأشياء هذه وكذا. الصين بتبحث عن أنه تتمدد اقتصاديا في هذه الدول، وبالتالي هي يكون عندها الغلبة فيما بعد، ليست مستعجلة. الصين هي أصلا دولة تعتبر دولة حتى الآن بالـ 2050 حتى تكون دولة متوسطة، رغم هذا الحجم الكبير من الأموال، رغم هذا الحجم التطور الكبير الموجود في الصين، لأنه السكان نسبة السكان كبيرة في الصين والمجتمع فقير، فبالتالي هي ما زالت في طور النمو. علاقاتها مع العالم كله حتى مع الولايات المتحدة رغم ما يقال أنه هي مستمرة وتحاول أنه تستمر في علاقات الاقتصادية. بالتالي في أريتريا هي العلاقة الصينية الأريترية لم تتطور ولم تنتهي، يعني تستمر في هذا كما هي، لأنه أريتريا بتستفيد من الفيتو الصيني عندما واجهت الغرب، استفادت من وقفة الصين معها في المحافل الدولية وحتستمر. والآن أيضا أنه تحاول تستفز الغرب بالتقارب اللي بتعمله ظاهريا مع الصين. لكن الرئيس السياسي أفورقي في اعتقادي تقديري أنه لا يدخل الصين في أي مشاريع أساسية في أريتريا، لأنه رؤيته للاستثمار مختلفة تماما، ودائما الرئيس السياسي أفورقي هو الرابح في كل الصفقات اللي بيعملها، بمعنى عنده في قرار نفسه أنه لازم يكون الرابح في الصفقات اللي يعملها. في الصين للأسف دكتور عمر ما في رابح آخر، الصين هي عفوا على هذه المقاطعة. في نفس السياق سياسة أفورقي فعل نفس الشيء مع قطر، أدخل قطر كمستثمر، جمد هذه الاستثمارات، ثم أخرج قطر، فعل نفس الشيء بعد ذلك مع الإمارات، أدخل الإماراتين كمستثمرين، جمد استثماراتهم ثم أخرجهم بعد أن استفادوا من الماديات. الصين كيف يمكن أن يكون رد فعل على هكذا تعامل الصين؟ يعني ليست مع احترامي لهذه الدول، لا هو تقريبا أنا بختلف أنه حصل مع قطر والأشياء هذه، ما حصلت. هي قطر عندما دخلت في أريتريا لم تدخل كمستثمر أنه عندها استثمارات في هذا البلد، لأنه قطر أكبر من أنه يلعب عليها الرئيس السياسي أفورقي، لأنه الاستثمارات القطرية زي ما نشاهد في العالم كله يعني من أكبر الاستثمارات وأقواها يعني، وعندها وجود، وبالتالي كلها محاصر يعني المستثمر أو الصناديق السيادية القطرية عندما تستثمر عندها جيش من القانونيين والمستشارين، وبالتالي لا تقع في هذه الأشياء. لكن في العلاقة الأريترية القطرية أصلا كان الرابط هو السودان، قطر كان بتحاول بقدر الإمكان أنه يكون في استقرار في السودان، وبالتالي كان نفس الشيء اللي بتعمله الصين الآن، أنه كان تحاول تمسك أريتريا بتقديم الدعم حتى أنه توقف الدعم للحركات المسلحة وزعزعت استقرار السودان. الصين الآن المبادرات الموجودة هي نفس الطريقة القطرية اللي كان تسعى، أنه الصين بتحاول أنه تمد يدها أكثر من قبل لأريتريا، بحيث أنه لا تلعب دور المخرب. يعني أنه الصين الآن بترى أنه المشاريع اللي بنتها مثلا في تيغراي كلها تدمرت، المشاريع اللي بنتها في إقليم الأمهرة نصها تدمر، وبالتالي الآن الصين حاليا في هذا الوقت بتبني واحد من المجمعات الصناعية في إثيوبيا في سمرة في إقليم العفر. هذا الإقليم إذا حصل أي مشكلة في أريتريا بتقدر تهدم هذا الشيء لأنه قريب منها. بالتالي هذا هو طريقة أريتريا، ليس هناك تحالف صيني أريتريا حتى الآن. طيب، في تقديري. طيب ياسين مرحبا بك مرة أخرى. الصين عندما تدخل في شراكات في إطار الطريق والحزام التي ذكرتها تدخل بافتراضين، إما أن تكون قيادة سياسية ضعيفة لا يمكن أن تتحدى الشروط الصينية، أو تكون قيادة سياسية فاسدة
تقبل بهذه الشروط يعني لخدمة مصالحها الخاصة وتكون قوية على المعارضة والمجتمع المدني التي تعترض على الإجحاف الصيني في حق هذه البلدان ومواردها الذاتية. أثيوبيا الآن يعني تنوء بديون ضخمة وما زالت تصر في وجه علاقتها متوترة مع الغرب توطيد هذه العلاقة مع الصين. نعم، لا ننسى أستاذ فؤاد أن العامل الاقتصادي دائما هو عامل مهم في التحول الديمقراطي في التغيير. لو أخذنا أثيوبيا نموذجا، أنا أعتقد يعني من حسنات النظام السابق يعني عندما أدخل الصين إلى أثيوبيا رأينا النهضة الأثيوبية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية بدأت بدخول الصين وثم دخول دول الخليج وتركيا وأيضا بعض الدول الأوروبية والغربية يعني. فبالتالي العامل الصيني في لا يهتم بالنظام السياسي للدول، لا يتدخل في الشؤون الداخلية، هذا يتركه للشعوب، لكنه يهمه هو العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة. ولذلك رأينا الآن السبق يعني الصيني في أفريقيا، الآن الصين تسبق الدول الغربية بعقود يعني. حتى بعد دخول الصين لأفريقيا رأينا أيضا اتجاهات دخول الخليج ودول الإقليمية في الشرق الأوسط. فإذا لا ننسى أن العامل الاقتصادي للدول أو التنمية الاقتصادية هي تمهد تعبد الطريق للتحول الديمقراطي. هذا الذي حصل في أثيوبيا. لو كان النظام السابق يعلم أن هذه التنمية الاقتصادية بدخول الصين بالشراكة الأثيوبية الصينية قد يعني تسهم في تغيير النظام في التحول الديمقراطي، ربما كان تراجع عنها. لكن النظام السابق كان يريد أن فعلا ينهض بأثيوبيا وفعلا وضع الأسس للنهضة الاقتصادية، ولكن لم تكن هناك أيضا عدالة في تقاسم السلطة والثروة. الآن في إريتريا أنا متفائل بدخول التنين الصيني، بدخول الصين الشراكة الصينية الإريترية، حتما ستعبد الطريق كما عبدت الطريق للتحول الديمقراطي في أثيوبيا، يعني أيضا ستعزز فرص التغيير التحول الديمقراطي في إريتريا. ولا ننسى، وأنا أبني هذا الكلام حقيقة على يعني بناء على تصريح الرئيس الإريتري إسياس أفورك في بداية هذا العام 2022، تكلم عن الملامح الرؤية الإريترية للشراكة الصينية أو على الشراكة الإريترية الصينية، تكلم عن الصين وأعطى يعني حيزا كبيرا في حديثه في خطابه الأخير عن ملامح الرؤية الإريترية في تحالفها مع الصين وروسيا. وكذلك علما أن إريتريا طيل فترة انقطاع أو مقاطعة الصين عن إريتريا يعني بهدف عدم يعني بهدف كسب أو الحفاظ على العلاقة الأثيوبية، فبالتالي مع ذلك إريتريا لم تقطع علاقتها بأمريكا والغرب. ولكن الآن في الحرب الأخيرة بعد المصالحة الأثيوبية الإريترية حصل هناك تراجع غربي وأمريكي من دعم النظام في إريتريا، من دعم الحكومة الإريترية، حتى أيضا تراجع من دعم الحكومة الأثيوبية. إذن هذا أعتقد هو الذي جعل الرئيس إسياس أفورك والحكومة الإريترية أن تبحث عن توازنات للقوى الدولية في تنويع تحالفاتها الاقتصادية والأمنية مع الصين وروسيا. طيب عفوا ياسين، طبعا الصين كعادتها يعني لن تدفع باتجاه إجراء إصلاحات سياسية و ديمقراطية في إريتريا أو في غيرها من الدول. إسياس أفورقي غير مستعد لإبداء أي نوع من أنواع التنازل أو حتى تقديم مصالح اقتصادية للشعب الإريتري. برأيك هذه العلاقة قد تكون بداية سقوط نظام الإريتري كما حصل مع النظام السابق في أثيوبيا؟ أنا لا أريد أن أدخل في الشؤون الداخلية، ولكن أنا قلت إنه يعني العوامل الاقتصادية دائما نحن لابد أن ننظر إليها للجانب الإيجابي لهذه الدول، مثل الصين، مثل دولة بحجم الصين لديها يعني وجود ونفوذ يعني على مستوى العالم، والآن أيضا مع التحالف الصين الروسي. فأنا أعتقد دخول الصين إلى إريتريا وتواجدها بقوة في القرن الأفريقي مع القوى الغربية هذا سيجعل فرص
التغيير رياح التغيير ستأتي إلى إريتريا. وأنا أعتقد هناك أيضا الآن رياح التغيير بدأت، لأنه بعد استجابة يعني الحكومة الإريترية لشراكة صينية إريترية لتعزيز التعاون الإقليمي الاقتصادي، أنا أعتقد هذا سيفضي وسيعبد الطريق إلى التغيير. النهضة الاقتصادية ستمهد الطريق للتحول الديمقراطي. هذا ما حصل في 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 رواندا وفي في في كثير من الدول الأفريقية، وهذا أيضا ما حصل في 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 إثيوبيا. فأنا أعتقد يعني التغيير لازم يأتي من الداخل، والتغيير لابد أن يكون بطريقة سلمية. وأنا لا أريد أن وضحت الصورة يخص الأريتريين ولا، لكن يخصنا العلاقات الإقليمية الأثيوبية الإريترية هي تقوم على أساس المصالح. واضح ياسين، هو محاولة لتحليل الوضع أكثر من كونه تدخل في شؤون داخلية سواء لأثيوبيا أو إريتريا. دكتور عمر، التنافس والنفوذ الأمريكي والصيني هو على المستوى الاقتصادي، المستوى العسكري والمستوى السياسي أيضا. الصين تتحدث عن عقد قمة قرن أفريقيا خلال منتصف العام، وخلال محادثتهم مع الأثيوبيين تحدثوا أيضا عن محاولة حل الأزمة، عزمة الحدود السودانية الأثيوبية. برأيك هل يمكن أن يكون الصين وسيط نزيه أكثر من هذا؟ الصين أعتقد في تقديري ممكن تدفع في اتجاه السلام. هو السلام أصلا في كل الجهات بدعم للسلام والاستقرار بالذات في إثيوبيا. الآن الغرب كله بكل ثقله أنه داعم لعملية السلام والحوار الوطني. يعني الوقت ضيق، لكن الآن تقريبا بدأت بوادر أنه يكون في حوار حقيقي في إثيوبيا. الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة بدأت في إطلاق سراح كثير من المعتقلين السياسيين، والعقبة أمام الحكومة الإثيوبية أصلاً الآن هو جبهة الأرم وجبهة تيغراي. الآن بعد مؤتمر حزب الازدهار والدكتور أبي أحمد تقريباً الآن يعتبر في أقوى وقته، في أقوى بعد خروج من المؤتمر طلع أقوى، يعني بمعنى أنه حط مقابل دمقي مكنن نائب الرئيس ووزير الخارجية من الأمهرة، حتى مقابله آدم فارح من الصومال، بمعنى أنه رأسين في نائب الرئيس. نعم. كثير من الصقور تقريبا الآن ممكن تراجعت بعد المؤتمر. الدكتور أبي أحمد لأنه نقطة قوته هي في السلام، في استقرار البلد، في خطاب الداعي للسلام، وبالتالي في هذه النقطة أعتقد أنه هو سيرجع لهذه النقطة، وبالتالي سيطرح مبادرة شجاعة في المرحلة المقبلة. وبوادر ذلك الآن مثلا الحكومة الأثيوبية في هذا في الأسبوع الماضي يعني بدأت في أنه إيصال المساعدات لدخول تيغراي، أو فتحت الباب لتقريبا لحوالي 20 شاحنة 40 شاحنة يوميا لدخول إقليم تيغراي. الجو بدأ أصلا الأسطول الجوي أيضا بدأ أنه ينقل بعض المواد الطبية لإقليم تيغراي. في كثير من الأشياء أنه تدفع الحكومة الأثيوبية لأنه تعمل استقرار في البلد. طيب دكتور عمر، عفوا على المقاطعة، سياسة أفريقية كان من المعلوم بأنه كان ضد فكرة وقف الحرب في تيغراي، الآن بقبوله بتطوير الشراكة مع الصين والاستقرار في أثيوبيا بالشكل الذي ذكرته، هل هو مؤشر على أنه إسياس أفورقي ممكن أن يندمج في عملية السلام؟ الرئيس إسياس أفورقي سوف لا يندمج في عملية السلام، لكن أثيوبيا ستتجاوز الرئيس إسياس أفورقي. يعني الدكتور أبي أحمد الآن أخذ اتجاهه في أنه اتجاه الغرب، يعني الدكتور أبي أحمد الآن كل ثقله ماشي للغرب، لأنه الغرب أخ العزيز في إثيوبيا ليس بما يتحدث عنه الأخ ياسين أنه مجرد منافس وأشياء من هذا القبيل. الغرب عنده ثقل كبير في إثيوبيا، يعني أنه أنا إذا قلت لك أنه 50% من الشعب الإثيوبي يعتمد على المساعدات الغربية عشان حتى للعيش يعني. نعم. وبالتالي فلسفة ملس من البناء هذه والدخول للصين كانت تعتمد على رؤيته أنه أي إثيوبي لازم يأكل 3 وجبات مبسطة جداً.
مبسطة بهذا الشكل، ولذلك أنه هو جاب هذه المجمعات الصناعية. المجمعات الصناعية الأخ يتكلم عن التوازن في التنمية في مقلة، هو في إقليم تجراي يوجد مجمع واحد من 12 مجمع للصناعات في إثيوبيا، مجمع واحد فقط، يعني إقليم الأمهرة اللي هو المنافس للتجراي يوجد فيه 3 مجمعات لمجمعين كبار مثلا من الاستثمارات هذه. إقليم الجنوب وإقليم أروميا هو يعني ممكن إذا تحدثنا عن الأقاليم المظلومة في ذلك الوقت يعتبر إقليم الصومال هو ما وجد هذه الفرص. فرص المجمعات الصناعية هي بقدر ما هي تعطي البلد عائدات كبيرة، أنه هي بتمنح فرصة للعمالة أنه تشتغل مثلا في المجمعات هذه. كل مجمع الآن فيه حوالي 10,000-8,000 عامل، وبالتالي هدول بيصرفوا على أهلهم، وبالتالي بيكون في كل المجتمع بيكون طيب في حالة نمو. طيب واضح ياسين، يعني تبقى لدي أقل من دقيقة واحدة، لو سمحت في أقل من دقيقة وتيح لك التعقيب. طيب أنا أول شيء أتفق مع الأستاذ يعني دكتور زرعي على تعليقات ما يتعلق بمؤتمر الحزب الازدهار الأول، أتفق معه فهو غنان عن التعليق. فأنا لكن بس إضافة بسيطة، المؤتمر حزب الازدهار الأول حقيقة يعتبر أيضا نموذج للشفافية والتحول الديمقراطي لكثير من الدول الأفريقية، لأنه أكثر من 40 حزب من خارج أثيوبيا حضر هذا المؤتمر، وأيضا حتى الأحزاب الموالية مثل إقليم عفار والصومال لم تكن، يعني 5 أحزاب أو أقاليم كانوا يسمى الأحزاب أو الموالية، الآن هي تشترك. وأهم شيء في هذا المؤتمر حقيقة، هذا المؤتمر عزز أن حزب الازدهار هو حزب وطني يقوم على الأيديولوجية السياسية الفكرية وعلى المحاصصة، ليس على المحاصصة الإثنية بل على الكفاءة بين أفراد أعضاء الحزب على أساس المواطنة. طيب، على أساس الكفاءة. شكرا ياسين. بس يعني شيء أخير يعني. طيب بسرعة ياسين. نعم تفضل. أنا أقول أن أريتري أيضا لا ننسى لعبت دور كبير في حفظ أمن السلام وحفظ الأمن الإقليمي للقرن الأفريقي، يعني لولا التحالفات الأثيوبية الإريترية يعني ما كانت يعني تقلبت إثيوبيا على المتمردي للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. طيب، الذين كانوا يهددون أمن القرن الأفريقي وليس فقط. وضحت الفكرة. شكرا ياسين أحمد رئيس المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية، ودكتور عمر زرعي مدير الشبكة القرن الأفريقي للإعلام. نلتقيكم في حلقات قادمة. أعزائي المشاهدين، هكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ألتقيكم الأسبوع القادم وأترككم في رعاية الله.